البذره الاساسيه ايوه في ال... في العيله اه اتبنت صح لانها اتبنت على قصه حب يعني قصه حب عنيفه جدا وشائكه جدا وكلها مشاكل روميو وجوليات رسمي يعني آه لا لا لا, 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 لا عنيفه وشائكه جدا وكلها مشاكل برغم ان انا متجوز بنت عمي فده يعني كان المفروض ان هو يبقى, يبقى فيه سلسة. مسائل الين من كده واسلس واسهل لكن ل ل للمشاكل العائليه اللي بتحصل للاسف بين الناس الكبار ويقعوا فيها الصغار فاحنا انا ومامه ريهام كنا متحملين احنا نقول شمعة بقى عشان يسمع شمعة بدل شمعة ما شيء هي اسمها هي اسمها اسمها الرسمي فاطمه بس هي اسمها الحركي طول عمرها شمعة. شمع. يمكن علشان هي كده منورة دايما زي كده <applause> فسموها شمعة. الله يخلي حلو قوي اسمه <applause> شمعة. فاحنا احنا تلقينا كل الصدمات اللي كانت بين الأهل العيلتين لأن يعني هو الأخ عمي توفى وهي صغيرة وهي عندها ثلاث سنين مثلا. فكانت المشاكل بين الأم وبين العم اللي هو ابويا اللي هو بابا. بقى. الله يرحمه واحنا اللي اتحطينا في هذه المشكله لكن بالاراده وبالحب وبتضحياتها هي لان انا ساعتها كنت مازلت طالب في المعهد العالي للسينما لما ابتدوا هم يسيبوا المكان اللي كانوا ساكنين فيه في حدايا القبه ويجوا في الجيزه جنبنا فابتدت المسائل تقرب وكنا منقطعين خالص لكن انا ابتديت انشق عن هذا الانقطاع واتزاور واروح فنشات بالتدريج قصه الحب لكن قصه الحب دي كانت متقابله من الطرفين بالرفض فبحب الشديد <applause> لها وبإصرارها هي الشديد برغم بأنها يعني كان واحدة في جمالها بيتقدم لها طوابير من الخطاب والعرسان طول الوقت <applause> وحالتهم أحسن مني بمراحل كتير جدا 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 وأنا اللي ما كانش عندي أي حاجة خالص هي تمسكت بيه فارتبطنا ببعض وكانت في, في النهايه الانتصار لبذره الحب دي واتجوزنا فده ده 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 مكون اساسي حاجة. لانه يخلق عيله كويسه مش مش ناس بتتجوز لاغراض معينه ولا الجواز اللي ما يكونش فيه هذه العواطف لا لكن احنا اتبنينا ببذره حب سليمه وصحيحه وحقيقيه وبدليل وبدل انها مستمره والحمد لله حتى الان <applause> يعني الاستاذ اشرف عبد الغفور اللي احنا بنشوفه جد جدا حبيب يعني حبيب جامد استاذ كنت؟ استاذ <applause>